السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا زيها. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والامور ديالكم هانيه باللي تشوفوا خطكم بهذا التريكو هذا كله ضاوي ناضي عاطي الشعل والالوان وداكشي. غتعرفوني انني فرحانه وان هذا الفيديو غيكون زوين 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 وغيجيكم على قلوبكم، وعاجبني الحال انني نديره، خصوصا هاد الفيديوهات هادو كيعجبوني بزاف نديرهم وكيعجبوني نبارطاجيهم معاكم. المده هذه ما سيكل الدوار للبلاد، يعني الوالده مده هذه، علاش؟ لانني المدينه اللي كارسل فيها بعيده مني وخاصني ندي ليها داكشي راسي وخاصني نهز السكن وداكشي، ومع الحمال مع الوحام وداكشي كانت شويه صعيبه. وهادشي راه مني متى كنت شاريه، كل مره كنشري وكنحط شويه، كل مره كنشري وكنحط شويه وكنقول ندي ندي. دابا ان شاء الله باللي دازت الولاده بخير وعلى خير وتنقضات شويه، قلت اجي صافي ان شاء الله نصور لكم داكشي اللي شريت، وان شاء الله غدا ان شاء الله الا بقينا في الحياه نديهم نديهم للمدينه اللي فيها الكار وداكشي لاجونس، نديهم نرسلهم للبلاد. المهم قبل ما يترسلوا ضروري واكيد نبارطاجيهم مع المتابعين الاعزاء ديالي، ضروري ان شاء الله غادي تشوفوا معايا مشتريات متواضعه بسيطه، ما كاين لا ماركه ولا سي ديسكري، يعني داكشي الناس اللي داخل يشوفوا ماركه ولا شي ريحه ب 20000 ولا 40000، لا ما كايناش صراحه في سميتو في المشتريات. المشتريات من ليدال من المارشي، بياسه من هنا بياسه من الهيها، شي حاجه كانت عندي انايا هنايا شي حاجه جديده مثلا ولا قديمه ولا كلشي كلشي نجمعوا باباه نخشيهم في السكان وارب راه يترسلوا للبلاد. هذا هو المهم، واحد اي حاجه ترسلت من هنايا للبلاد بالنسبه ليا واخا احتجتها ولا ما احتجتها، بالنسبه للمال الدار تتعجبهم، يعني كيفرحوا بها. هذا هو المهم، نشارك معكم ان شاء الله هاد السكن هادو اشنو فيهم، فيها قديم جديد شراوط قدام جداد، المهم داكشي زوين واخا تاع كوك زوين وصبابات هذاكشي. المهم هذوك الصباب ديال الجوطيه شتهم، هذوك دياولي انايا ما زعما ما شريتهم والو، دياولي انا وصبرديلات اللي بقاو على البنات ما بغاوهمش مثلا، ولا شي وحده صغارت عليها ولا شي وحده جاتها كبيره ولا شي حاجه، غنصيفطوهم للبلاد ما عندهم ما يبقاو يروجوا هنايا، حيتاش هنايا لا بقاو غادي يترماو والله، يعني غير كيشدوا البلاصه داكشي كيبقاو يدورو وكنرميهم. المهم ان شاء الله نتوكلوا على الله. واحد الحاجه بعدا غيدخلوا بزاف الناس غيقولوا لي لا كون رسلتي ليهم مع فلوس وداكشي، فلوس راه كنرسلوا الفلوس باش ما نكون صريحه معكم، راه حتى الفلوس كنرسلوهم لسر الله داكشي القسم علينا الله، ولكن راه امي راه ترسل لي الفلوس والله علاش شرات هذا الكريم، ما تشريش كريم، يعني كما يكون كريم الله ما تشري، يعني الا رسلتي لها فلوس على غتمشي تشد هذوك الريالات تشري بهم الكريم وتشري بهم مثلا هذه هاد المشطه هادي اللي تمشط ليها شعرها ودير ليها بحال السيشوار، ما تشريهمش راه البلاد الا وصلهم الفلوس راه كيضربوا في الجيب، ما بقاش يمشي يشري لك كريم ويشري لك دهنه ولا شي حاجه، يعني اللهم ارسليهم لي هادي جم مشريين. انا غترسل لها مثلا واحد 50 اورو ولا تقول لها امي هانتي 50 اورو ولا ترسل لها 100 اورو، انا عطيت غير مثال، كل واحد كيرسل على قد الجيب ديالو، ترسل لها 100 اورو ولا 200 اورو غتقول 200 اورو، شدي هذيك 180 اورو 50 اورو الاخرى برعي بها راسك شري بها كريم داكشي، والله لا شراتهم. بعدين الوالده عندنا ولا لا شراتهم اخرين ما نعرف. المهم نبداو البنات شوفوا السكن شنو فيهم. اول حاجه القهوه، خديت القهوه مهمه، انا صراحه المالين الدار ما كيشربش القهوه نهائيا ولا اتاي، كنرسلو ليهم من هنايا وقولي كيقرب تقاضى كنقول لها امي لا قربي تقاضى لك اتاي قهوه قوليها ليا باش نرسل بكثره باش تبقى عندهم واحد المده قبل ما يجي الصاك الاخر. القهوه كناخذ عين ديال ليدل، هاد الماك لا هادي ماشي ديال ليدل، هادي ديال لوكلير ماك روبير مزيان نفس المذاق ديال ليدل، كنت راسله انا ماك هذيك سميت والديها غرون مير، يعني هي الحاجه الزوينه وداكشي، والله كي راه بحال والله حتى بحال انا راه كنشري غرون مير داكشي نفس المذاق ما كاين والو، ثم البلاد راه ما كيديروهاش حرفيه هكا ضروري كيعطروها وكيزيدوا فيها شي حاجه كتجي واعره. المهم انا القهوه امي من نهار وليت ترسل ليهم السكان، حيت راه ما كانوش عندنا حنايا الطوبيسات يمشيو تلقى عند السراغنا، صعيب تلقى الكار يمشي تلقى عند السراغنا. هاد لاجون صراحه لقيت معاهم الكار اللي دير ليا حتى القلعه، لانهم كيرسل وجده ومن وجده كي الساتيم كيوزع لجميع المدن المغربيه، وهادي حاجه زوينه، هما الوحيدين اللي لقيت معاهم هاد القضيه. شريت قهوه لالا عليك، شريت 4 كيلو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، المهم سبعة القهوات، يعني 7 كيلو ديال القهوة.
اتاي 20 حبة ديال اتاي. مهم اتاي شريت ميمون، الزهر ميمون، لا ماشي ميمون، تيميمون سميتو تيميمون. هذا اتاي كيدير غير اورو في السوق ديال العرب، اورو 50، هذا كيدير غير اورو. شريت 20 حبة ديال اتاي، 20 حبة ديال اتاي راه مدي يا مدة تاي، سهل الله ويجيب الله رزايا ورش له شي ساك اخر ان شاء الله. مهم 20 حبة ديال اتاي، قلنا 7 كيلو ديال القهوة، الكاكاو، كاكاوات، هذاك الكاكاوات كريي صالي، هاني خديت هذه خديتهم من ليدل، واعر ديال ليدل زوين صراحة. هاد الكاكاوات شحال خديت من الساشية؟ خديت 6، هانت يا امي 6، كولي ونضغي لا باقي عندك شي سلاك. هيا يا 6 البكيات، قلنا 6 البكيات ديال الكاكاو. هاد الكاكاو صراحة زوين والله، لا زوين هذا كريي صالي ديال ليدل زوين، ترى هو ديال ليدل. اللوز مع ماسي، اللوز مع ماسي، اقطيب اللوز خليوها تدوز هذه 5 البكيات. المهم كيدير اورو شي حاجه، 5 البكيات غريي صالي، لا تحمق على هذا صراحه، تيعجبني هذا قدام شوف فيه الا مبقيتي تاخذي فيه زوين. خديت 5 منه، هذا من ليدل ديال ليدل زوين، ديال ليدل زوين. ما خديتش هذوك الكيلوات اللي ما غريي ما صالي ما والو غير ناتورال، ما خديتوش هذا. كيدير 6 اورو الكيلو ولا مع 7 اورو كيلو ولا 500 غرام والله اعلم. المهم ما خديتوش، نديكم معايا للقرقع. عارفينك القرقع بان عليك الامان. القرقع صراحه لقيتو بثمن زوين في اكسيون، مشيت واحد المره تقدمني انت، راه قلت لكم انا كاتبه لي شي حاجه كنخطفها للبلاد، كاش عارفه غندي غادي يجي ان شاء الله الصاك، كنقول هذه نخليها لامي، هذه اللي سميتو. ها هو القرقع الاكس ال مع ماسي، اكس ال قرقع. شحال فيه من غرام؟ هذا فيه 300 غرام، لقيته بواحد الثمن زوين وقيت عقله، ولكن قرقع لقيته رخيص رخيص. هذا قلت راه نزيد منه، هزيت هاد وبعدا غير اللي لقيت، راكم عارفين اكسيو كيطيروا وداك الشيء، يعني الا ما شفتيش انت الاولى صافي هزك الماء. خديت الجاز 3-4 الباكيات ديال القرقع. ها انت يا امي عمري شي برد ديال اتاي وقصي وسط الدار وضربك الشمس وتكلي على القرقع. عندك ديري يغمل عندك ديري شي صندوق تيغمل كولي هنا هنا كولي. هذا القرقع راكم عارفين داز عندنا النوال، هذاك الشوكولاط وداك الشيء. ها الشوكولاط خديت ليهم هذا البيض، هذا ديال الشوكولاط خديت، هذا خديت، هذا كيدير اورو ديال هذاك الدراري الصغار يعجبهم، هذا ديال جوج اورو 5 اورو داك الشيء الشوكولاط. هذا وقيلا خديت شي حاجه اخرى، المهم ما خديت غير هادشي ديال الشوكولاط، مكثرش الشوكولاط خصني نزيد الشوكولاط قبل ما نرسل السيكار. قللت الشوكولاط، ويلي فرنسا وما كثروش الشوكولاط، غنزيد الشوكولاط. كندوق فكرت نشريه وما ما شريتوش. القرنفل، وامي اللي ضربها على القرنفل ما عرفت علاش، فين ما نعيط ليها نقول لها وعاد فهمتي الا تفكرتي شي حاجه ولا شي حاجه قوليها لي قبل ما نرسل السيكار. قرنفل مي تفكري شي حاجه لا كانت خاصه ولا شي حاجه، قرنفل، ها هو القرنفل. هاد القرنفلات ديال نسيمه شوفي بخيله، يا البخيله رسل لي انا هذا هو اللي بغيت نرسل للبلاد. المهم شريت لها جبكيه ديال القرنفل، كيديروا 3 اورو الوحده، غالي كاع القرنفل غالي هنايا في فرنسا. المهم قرنفل وهاد البكيه ديال نسيمه ساهمت بهاد البكيه هاد. وكما العاده هاد التحتيه ولا هاد الكسوه هذه الوالده، وما عقلتش شريتها انا ولا نسيمه والله ما عقلت. المهم حداش نسيمه اختي هي بلي جابت لي شي حاجه نديها للبلاد، ولكن انا ما عقلتش واش انا اللي شريتها ولا هي. تقولي لي في الكومونتيرات الا دخلتي واش انت هي اللي شريتي هذه ولا انا. كنظن انا اللي شريتها من السوق. هاد كسيوه هذه ديال الميبرا كتعجب الوالده، هذه تلبسها كي تلبسها هكا وضروري دير معاها واحد سميتها واحد الطابليه، يعني ضروري هذيك الطابليه اش فان كانت خلاصينها بحال امي كطيب منها ليل ونهار. المهم ضروري كيفيقوا كدير الطابليه. المهم هذه نسيمه اللي شراتها، عاد فكرت هذه نسيمه اللي شراتها كسيوه، هذه انا اللي شريتها، هذه لاله عليك جلابه شريتها من السوق تاع العرب
كنت مشيت للسوق ديال العرب وشاركت معكم وشريت هاد الجلابه هذه، وهاني امي مارس لك الساك تسخن الحال، وهذه كطلق البروده ها عريضه هذه جليبه غتعجبك، هذه راه زوينه يعني ها باش تشوفوا البنات ديال الميبرا ها شريتها لها في الكري وفيها هاد الجويبات كحلين والمشكله دابا الطويان ديالها الطويان ديالها ما نعرفوش نرجعوها. وهذا الطرطوفه البنات راه كما قلت لكم شريت هادشي كلشي في البر، دابا راه واخا قرب لينا الربيع ولكن ماشي مشكل. خديت هاد البنطوفه البنات وحجاكم خديت هذيك البنطوفه البيضاء اللي كتشوفوها معايا بزاف في فيديوهات، هادي هادي عقبت هزيتها من الصاك ولبستها حيت ما كانتش عندي البنطوفه. صراحه هاد البيضه هادي ندبت ندوز وخديت منها على الاقل جات ولا ثلاثه يبدلوا فيهم، علاش؟ لان كاليتي ديالها زوينه سخونه وغير ثلاثه اورو خديتها من عند الرومان البنات، من هذوك لي غومان اللي كيبيعوا التواب وسميتو. سلام صافا صافا يا بنات حمزه دخل كان شي يدير لي كورس و جي دي سوربريز دي بتيت سوربريز و تي سلام ابا تيا وي دو بارتي. Ça va? Ça a été? Ça va, c'est quoi ça? J'ai ramené des cadeaux pour le bled. Ah bon? Bah ouais. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait long, toi tu paniques toujours quand je réponds pas ou quoi. C'est vrai parce que là, t'as fait long? Ouais, j'ai fait long de quoi? Ouais, je te dis, j'arrive après. Voilà, t'as fait long, c'est quoi ça? C'est ça le cadeau? C'est le cadeau pour le bled. Tiens. La chakra déjà de chikoulo, le mal y a le khas. Alors, je te montre ce qu'il y a. Oui, c'est quoi? Moi, je montre aussi à mes abonnés. Allez. Ça tombe bien que tu prépares les sacs du bled, franchement. Voilà. Mais. Ah ouais! Ça, c'est pour. Ouais, je vois qu'ils ont les. Ta maman. Ah, merci. Chokran, chokran, jazilan, chokran. Ah non, pour ton papa. Je me suis trompé parce que le cadeau, il est rose pour sa maman et celui-là, il est blanc pour le papa. Il y a quoi dedans? Ah, c'est une surprise. Tu la verras dans la vidéo. Faut être patiente. Hamza, je serai avec ma mère. Ça, c'est pour Ba. Mon père. Oui, et ça. Ba, t'as vu qui voulait Ba. Ça, c'est le cadeau pour. Et ça, c'est pour ma mère. Ouais. C'est quoi dedans? Ah, bah, tu le verras dans la vidéo. après, j'ai acheté des feutres aussi pour les enfants là-bas du bled. Merci. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, ouais, c'est bien ça. هادو كنتش فيهم انايا نقدهم للبلاد، كاينين الدراري صغار كاين بنات اختي وولد خويا يبغيو هاد لي فترات. ميرسي ها وا سا سي بيان سا وا كوم سا يبون ديسيني لابا وا سي بيان جي با بونسي جامي بونسي اشتي دي تخوك كوم سا وا جو بخون دي تخوك وي هاد الفترات هادو معمرو فكرت ناخدهم لا دي كريون كولور اك دي كريون بابي اوسي كوم سا يفون دي ديسان اي زو انتيغان نو فير ان ديسان بور نو ها Il y a aussi encore les crayons de couleur, les crayons. Ça fait plaisir. Très bonne idée, c'est vrai. Très très bonne idée. J'espère que ton baba et ta maman ils vont être contents. Elles vont être. Merci, très mais de rien. Un bisou là. Merci. Voilà. Et puis. Voilà. Ça au moins avec ça ils vont pouvoir faire un coloriage parce que ça il y a quoi encore? Alors là j'ai acheté des trucs pour les filles. Ah pour les enfants. Pour les enfants, pour les filles, ouais. Alors je leur ai acheté chacun un yo-yo comme ça. Un yo-yo comme ça, bon, c'est cool. Ça c'est quand on était petit, moi je jouais avec ça. Et aussi ça, un jeu. Et Céline elle aime trop. Le jeu des petits chevaux. Ça, on va faire une partie, je pense, avec mes filles. Eh ben, merci beaucoup.
شكرا جزيلا. شكرا على سمحتوا بابا ماما يبغوا كونتون avec ça aussi hein. Ouais, ils vont être contents mais je sais pas ce que tu as acheté là. Ah bah tu verras quand il y aura la vidéo. OK. Ça marche. Ça marche. Allez, bah moi je vais vous laisser alors salama, merci. تنكمل لكم لي الكادوات فين وصلنا هاد سميتو الفانتوبا مهم سليناها غندوز لكم بزاف باش ما يجيش طويل الفيديو المهم شريت هاد الروايح هادو هاد الروايح هادو هادي وهادي وخديت هادي المهم هادي عندهم هي ملي خديتها حتى هي هي غسلها الصراحة الشوكولاتة اللي مكثرش منهم كنا حمزة جاب لي شوكولاتة هوايا المهم خديت 19 هادو الواليد اش بقى تجي هادي ما صورتهاش ليكم باش نكونوا قراب ليها 19 صراحة عندنا 19 هنايا راهم رخاص في فرنسا الله يلا رخاص تما تقشيرة وحدة دايرة 260 وهنا 260 كتجيب لك ثلاثة تقشيرات سخانات هادي هادو هادشي تاع نسيم اختي هي اللي رسلاتو ليا هادي وقيلا الدراري ممكن يلبسها ارسلوها الدراري المهم حيتها من الميكا ديالها هنايا كما قلت لكم 19 التقاشر هادشي كلشي شريتو في البر وما قلت لكم ما رسلتوش التقاشر رزينة ديال التقاشر 19 الغوز راه كان بعيد اللوينات هانتو هذا هزيت منهم تقشيره هذيك الزرقاء اللي شفتوها في السكيتشات كنت هزيت منهم وحده باش ندير بها السكيت 19 المهم 19 ضروري منهم كنت شريتهم في البرد كانت البرد دابا راه بدا بحال كي تقال المهم 19 ضروري 19 زينه ديال 19 حجابات هادو زوينين هاد الحجابات هادو هادي كان ديال الكسوة ولا ما نعرف المهم هادو كانوا شي حاجه كانت بقات عندي من ديك المره بقات عندي في الكراج فاش تحولت فاش رحت الكراج حجاب هاد الحجابات هادو خديتو من الماركي تاع العرب هذا حتى هو حجاب ماركي ديال العرب هذا كولون تاوايا من الماركة ديال العرب هذه كنت شفتوها معايا في العقيقه كانت لبستها اختي قلت لها مني تكشاريه هذه راه قلت لها راه هذه الفراشه تعجب امي تمت لبسها تعجبها ايوا قالت لي ها نخليها لي قلت لها ارسليها قلت لها حطي وحطتها هذه الفراشه باقا جديده لبستها غير مره واحده بجات عندي للعقيقه ولا الاسبوع اختي وحطتها من كتافه درت لها لمها هذا هو الرضا والحلوى مقرضه هاد الفراشة هادي رسلوها الوالدة حتى هيايا زائد هادوك سميتو هاد الفيستا ولا الجاكيطه باقا جديده لبستها ايناس غير مره واحده خديتها لها من الي اكسبريس ولكن صراحه ما دارت ليها هاد السلسله ماشي تقطعت ليها غير خرجت ليها من هنا تما في البلاد ممكن يقادوها ليها وما مسخيتش رميها لبستها مره واحده فقط هي بقات ديالها هنا وقلت رسلها للبلاد قلت لامي ممكن تمايا تلقاو شي واحد يقاد ليها السلسله ماشي بحال هنايا ما كاينش اللي يقاد لها السلسله صراحه ما سخيتش نرميها شريتها بشي 15 اورو من الي اكسبريس ولكن صراحه ندمت شريتها لانها السلسله الكاليتي ديالها ما زويناش غندوناش صافي غادي نرسلوها للبلاد امي غتشوف شي واحد كيقاد السلسله ولا شي حاجه تما راهم ضروري كاينين هذوك كيقادوا الصبابات وداكشي يقاد لها السلسله وتعطيها لشي دريه ولا شي حاجه مهم خديت للوالد هاد السراول هادو المهم مرطبين ديال السيرفيتمون خديت ليه جوج خديتهم غير من الزيمان هادو خديت ال خديتهم غير من الزيمان قلت انا وحمزه قلت ناخذ للوالد سميتو هادو معز عليه هادو مرطبين وكاين شي حاجه عطاها ليا حمزه شي جينات وداكشي ما بقاش كيلبسهم جوا ولا كيجيو صغار داكشي هذا ماشي جديد حتى هو غادي نرسلو واحد اش بك هاد لي بوت هذا صراحه ما عنديش لا هاد المره هذا عندي شلا
هاد البوت هذا راه باقي جديد، كنت كومونديتو ليا انايا البنات وما دخلوش ليا في رجليه، ما عرفت دابا واش يدخلوا ولا ما يدخلوش، ولكن الهديه هديه درته بانني غنرسل للبلاد، يعني واخا يدخلوا رجليه دابا ما بقاوش منفوخين ما غاديش نقارضيه حتى انا غير نشوف. لا لا ما قدنيش، هذا باقي جديد كما كومونديتو ما دخلش ليا في رجليه، غادي نرسلو للبلاد حتى هو. هيا كيتلبس هكا وباقي في الميكا ديالو، باقي ميك ميك ميك. هاد الجاكيطه الوالد يتبرع ليا مع راسه ويضرب الكويره هادي، والله البنات راني كنت صورتها لكم على الشداك، ولكن ثمن واعر في المارشي تاع العرب، ثمن واعر وحتى الكاليتي ديالها زوينه، وندمت صراحه ما شفت منها حتى الحمزه. بعض المرات كنشري لي شي حاجه كتجي صغيره ولا ما كتعجبوش ولا شي حاجه. وين صا جدي تاشتين وا جدي غير تاشتين وا J'avais une comme ça il y a longtemps, mais c'était déchiré le cuir, mais c'est trop beau, j'aime trop moi ce... Oh, mais la mienne elle était plus épaisse là, le... ça on voit que c'est chinois. Hein. Ouais, bah oui. Mais la mienne elle était plus, tu sais, comme... Je t'ai pas acheté parce que je me suis dit, moi, regardez, je t'ai... Si, si, j'aime bien, mais tu sais, celle que t'as la plus de doudoune là, tu l'as déjà vu, la même que ça. C'est vrai. Moi, j'ai dit le Walid. On m'a laissé les hache les voir. وي كاين هنايا صافي هنا خير، لا كلشي موجود هادشي بلا وانا كلشي موجود. المهم اللي لقيت سميتو هذا الصاك ديالي، هذا مابقيتش كنستعملو هذا الصاك، هذا اي تخربيقه المهم نخشيها، المهم غادي نشوف شحال عندي من الكيلو ماشي مشكل. هاد الشكاره باقا جديده شريتها الاسيه ما بغاتهاش، قالت لك فيها هذا الشيء ديال النونوخس، غيقولوا لي باقا زعما داك انا كيوصل هذيك المرحله ديال الدبي تاع تاع المراهقه، وكيبداو لا دايره النونوخس هذاك الشيء باقا جديده، ما بغاش ديرها، ما بغاش ديرها للمدرسه، قلت خديت ليها وحده اخرى. ايوا قلت لها ما بغيتيش تاخذيها نرسلوها للبلاد، البلاد يعجبهم الحال. وبديالها هذه بهذا وبهذا، هذا ماشي ديالها ولكن هذا ديالها، هذا ديالها شريتها غير ب 16 اورو هذه، يعني 3200 بهذا وهذا وهذا، صراحه كاليتي زوينه. ياسمين دارت ديالها الغوز، واسيا قالت لي لا ما نديرش انا هاد النونوسات، انا خصني شي حاجه ديال الكبار، قالت لها بغيتي تكبري بنتي قبل الوقت. المهم هذا اش غنقول لكم البنات، وهاد الصبابط وهداك الشيء هادو ديالي انا، سبرديلات صنادل، المهم هادشي كلشي غادي نرسلو حتى هوايا صافي البنات. والوليده غندوقها من داكشي تاع السبوع، هذا سليلو او سلو، حنا كنقولوا ليه سليلو، هذا السلو حتى هو غندرس ليها منه تذوقو، واخا ما حضرتش معانا مهم تذوق سليلو ولا سلو. وهنايا راه كاينين شي حويجات، هاد الكسوه هذه راه باقا جديده، هاد الكسوه هذه وهاد الحويجات هادو ديالي انايا حتى هما راه اللي لبسناها غير مره ولا شي حاجه، مهم ما ما تلاحش اللهم يستافدوا منها تمايا. وهاد الكسيوه هاد درت لها عطاتها لي ناس، ويا ياسمين ايناس راه راه حمزه جاب لكم الكادو، سيروا راه هي هاد درت لها اختي الاختي الاخرى فوالا. البنات كنظن انني وريتكم كلشي وما بخلت عليكم بوالو، يعني وريتكم داكشي اللي كاين، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. واحد الحاجه نقولها لكم، غن ان شاء الله نبدا ندير مسابقه، غنبدا ندير مسابقه ان شاء الله وندير فيها الساك بحال ما تسكن، ولكن نقوي لكم شويه اللوز وهذه المره نرسل التواب، المره الجايه التواب وهذا الشيء ديري بيتيس والله شتي قال لي كتعايري بيا، لا 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 كون هاني يا حنيني كون هاني ما كنعايركش تنكيت ايش ما كيت لا 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 جديك ان شاء الله غادي نكومونسي دي مسابقات في الانستغرام وندير بحال هاد السكان هذه، انا ندير مسابقات مختلفين ونرسلهم لكم ونصور لكم، يعني اللي ربحت معايا نصور ليها ان شاء الله الصاك ديالها غيكون فيه هاد الشيء كله اللي كتشوفوه وحسن حسن حسن ان شاء الله. مهم البنات نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله نشوفكم فيديو جاي ديال رسيل ان شاء الله، غادي نحاول نرسلهم غدا لانني خاصني نرسل في دروك يعني باش حمزه يشد لي الدراري، وانايا نتوكل على الله ونديهم لهذيك المدينه نرسلهم. الي السلام عليكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو جاي. تشاو تشاو.